والإنسان الذي يدعو الله في عبادة وطاعة. يعني يكفيك من الدعاء أنك تكسب الأجر والثواب وتنال رفعة الدرجات. فإذا استجاب الله لك خير على خير ونور على نور، وإن لم يستجب الله لك فثق بربك وأحسن الظن به أن الله استجاب لك. كيف استجاب لك؟ لأن للأسف الشديد بعض الناس أمورهم دائما حساباتهم مادية. يعني مثلا سأل الله وظيفة، يا رب ارزقني وظيفة، يا رب ارزقني وظيفة مثلا، وتأخرت الوظيفة ما جت. اللي المؤمن اللي يفسر الأمور تفسير إيماني يقول لا، الحمد لله استجاب الله دعائي، صرف عني شر عظيم أنا لا أعلمه قدره الله علي، أخر الله عز وجل استجابة الدعوة لحكمة يراها سبحانه وتعالى، وقد يكون في الوظيفة التي أنا دعوت الله أن يرزقني إياها قد يكون فيها تلفي وحتفي وضياع ديني وذهاب إيماني مثلا، قد يكون الله بل إن الله ادخر لي أجر هذه الدعوة يوم القيامة، ما في دراهم ولا دنانير، حسنات وسيئات. هذا التفسير الإيماني. التفسير القائم على القنوط واليأس هو أن يكون بعض الناس يترك الدعاء، يقول دعوت فلم يستجب لي، أنا دعوت الله فلم. فكأن هذا صاحب هذه الحالة كان يحاسب ربه جل وعلا، يحاكم ربه جل وعلا، ليش ما استجبت لي ولماذا لم ما استجبت لي فيترك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت الله ولم يستجب، يقول دعوت الله ولم يستجب. فهنا يحصل القنوط، يقنط العبد، يقول دعوت الله فما استجاب لي، إذن يترك الدعاء، يستحسر. وهذا أكبر خطأ يقع في كثير من الناس. أنت الآن لو دعوت الله مثلا سنة كاملة أنت في عبادة، دعوت الله سنة كاملة أنت في عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن استجاب الله لك فالحمد لله نور على نور، خير على خير. إن لم يستجب الله لك حصلت هذا الأجر والثواب، وأيضا لابد أن تحسن الظن بربك وأن تثق بربك أن الله استجاب لك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من مسلم يدعو بدعوة، يعني وذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحوال في إجابة هذه الدعوة: أن يستجيب الله له، أن يدخر له من الأجر والثواب مثلها، أن يصرف عنه من الشر مثل هذه الدعوة. أعتقد يعني الإنسان لو خير بين أن يستجاب له بدعوة في أمور مادية أو يصرف عنه شر، اختار صرف الشر، اختار أن يصرف الله عز وجل عنه الشر، وهذا باتفاق أصحاب العقول. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.